كلامنا في هذا الموضوع، ولكن خلينا ناخد العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي من ارض الملعب برضو، نطمن على الاجراءات وكل الامور الخاصه الاداريه الخاصه بما يحدث في ملعب المباراه. سياده العميد، ازي حضرتك يا فندم؟ مساء الخير يا كابتن اسلام. مساء الخير وازي حضرتك يا فندم، وتحياتي لضيوفك الكرام كلهم. الله يخليك. يعني اولا طمنا على الحاله في ملعب المباراه واخبار الجمهور ايه والالتزام وعدد الجمهور. لا الحمد لله، طبعا الجمهور في اقبال الحمد لله، كان يعني فوق المتوقع رغم ظروف الجو والبرد اللي احنا فيه دوت برضه. انت عارف الميعاد الساعه 9 كان الاختيار الاتحاد الافريقي هو اللي محدد الميعاد، ولكن طبعا الجمهور برضه رغم كل دوت بيتحدى الظروف وبيتحدى الجو وجاي ثاني فرقته في مشوارها الافريقي، فان شاء الله باذن الله بالتوفيق يتم على خير. فريق الضيف وصل والفرقتين بيسخنوا، وطبعا برضه كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره على راس اعضاء مجلس الاداره جايين يساندوا فرقتهم، فربنا يكرم ان شاء الله دعواتكم باذن الله. يعني سياده العميد، الامور الاداريه هل فيها او التنظيميه جوه الملعب هل في اي حاجه بتحصل؟ هل حاجه كانت مضايقه الجمهور شويه ولا في تعاون؟ في تعاون مديريه امن اسكندريه وتعاون مع افراد امن النادي الاداري والزملاء اخواتنا اللي احنا برضو يعني ده سبب نجاحنا. طبعا العميد صلاح والعميد محمود فزين والعميد احمد النحاس كلهم متواجدين من بدري جدا، في تنسيق وتعاون بينهم كلهم وبين الجمهور كمان، وربنا يكرم بس يعدي الماتش على خير ان شاء الله باذن الله. ونتكلم بعد الماتش برضو عشان نبقى نتكلم في الجمهور، لان ترى وجود جمهورنا النهارده مهم جدا جدا، عشان كده احنا بنناشد جمهورنا ونشدنا جمهورنا امبارح والنهارده على مدار اليوم. خليك في المدرج، شجع فرقتك فقط، اقف في ظهر فرقتك، احنا محتاجينك في ظهر فرقتك. ولم يحدث اي خروج عن النص اعتقد. ما تخرجش عن النص، خلينا احنا الحمد لله النادي احنا قادرين ان احنا بنتحرك وبندافع عن النادي الاهلي في كل الاتجاه، بس تبقى للوائح وتبقى زي استسلام. انت ابن النادي وعارف النادي الاهلي علمنا ان احنا دايما بنلجا للقانون، بنلجا للوائح، بنحافظ على اسم النادي الاهلي. الجمهور مكانه في المدرجات، وانتم متهيألي لو انتم شايفين الجمهور الحمد لله رب العالمين، ربنا يبارك فيكم على خير النهارده، يبقى يوم جميل على النادي الاهلي. فندم يعني اذا كان هناك من يستحق الشكر ايضا فمجلس الاداره يستحق الشكر بسبب تخفيضه لسعر التذكره في ظل هذه الظروف الصعبه، يعني عشان الناس تروح بقى اسكندريه والجو ساقعه وكذا وكذا وكذا، تخفيض التذكره اعتقد ان هو فرق كتير ايضا. هو مجلس الاداره طبعا هو يعني اخذ الاتجاه دوت عشان نشجع جماهيرنا، انت عارف طبعا مش هيبقى الجو والامتحانات والظروف الاقتصاديه، فلازم انت تساعد جمهورك اللي هو موجود، وفعلا الجمهور بيلبي النداء على طول. وفي اعضاء برضه جمعيه عموميه الحمد لله احنا وفرنا لهم وسيله انتقال، واللي تعبك اكثر في كبار السن وفي الاسر جايه عشان تشجع النادي الاهلي، وفي اطفال صغيرين رغم الجو اللي انت شايفه ده، هو ده النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي احنا يعني مستنيين منه كتير ومستني مننا احنا كمان الكتير، فربنا يكرم يا رب تعاون الفريق كله باذن الله، مجلس اداره، جمهور، اعضاء جمعيه عموميه، النادي الاهلي كله كيان واحد، مفيش حد يقدر يفرق النادي الاهلي ابدا، وكلنا حاجه واحده ان شاء الله باذن الله، والبركه فيكم، ليكم دور مهم جدا جدا في توعيه جماهيرنا ان شاء الله. انا بشكر حضرتك جدا، وان شاء الله نلتقي بعد المباراه وتكون ثلاث نقاط في حوزه النادي الاهلي ونطمن ان شاء الله على خروج الجمهور بقى من بعد المباراه من الملعب، ونشوف الامور الحمد لله حتى هذه اللحظه.